مرحبا مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم ضمن موعدنا المتجدد كل يوم والمتعلق بالاطلاع على الصحف الصباحية الصادرة. ونستهل هذا الموعد بالاطلاع على جديد الصحف الجزائرية، ونبدأها بالاطلاع على صحيفة الخبر. صحيفة الخبر عنونت صفحتها الأولى بالعزوف صداع في رأس السلطة، طوارئ في الداخلية لإقناع 23 مليون ناخب للانتخاب، تراجع محسوس وتدفقات في الاستثمارات، رأس المال الأجنبي لا يحب الجزائر. في الخبر نقرأ دائما كوارث بسبب الرياح، وفي أعلى الصفحة نقرأ رئيس الاتحاد الكاميروني للخبر، قضية إيبوسي من الماضي وتأسفت لتصرف حناشي مع بروس. نتحول إلى صحيفة البلاد التي عنونت صفحتها الأولى قبضة حديدية بين رئيس الفاف ووزير الرياضة، روروا يشهر سيف الفيفا في وجه ولدعلي. دربال يتوعد الوزراء المترشحين، قال أن هيئته لن تخرج الجزائريين من الظلمات إلى النور. في أعلى الصفحة الأولى لصحيفة البلاد نقرأ أيضا المحاكم تعج بآلاف القضايا، وقانونيون يدقون ناقوس الخطر، آثرياء يتفننون في التزوير للتهرب من منحة النفقة. الأفلان سيفوز بالأغلبية الساحقة في التشريعيات، وهو تصريح لولد عباس يجدد محاربته لشكارة، ويؤكد مقاله بأن الأفلان سيفوز بالأغلبية الساحقة في التشريعيات. نتحول إلى صحيفة اللقاء التي عنونت صفحتها الأولى وزارة الصحة تتجه نحو العمل بالوصفة الإلكترونية. في صدر الصفحة الأولى لصحيفة اللقاء نقرأ أيضا دربال يحذر الوزراء المترشحين، ذكرهم بعدم استغلال إمكانية الدولة لدوافع سياسية. نتحول إلى صحيفة الحوار التي لم تشذ أيضا عن القاعدة، وأشارت إلى الاستعدادات الخاصة بالتشريعيات. ولد عباس يعد مناضلي الحزب أنهم سيكونون العمود الفقري للحكومة القادمة. غربال الأفلان يتحرك هذا الأربعاء. في الصفحة الأولى لصحيفة الحوار نقرأ أيضا 7 ملايير دولار سنويا لدعم الاقتصاد الوطني في مهب الريح. دربال يتوعد المسؤولين المترشحين، سأطبق القانون عليكم في حال استخدمتم وسائل الدولة. ذات العناوين نقرأها في صحيفة الموعد اليومي التي قالت تزويد الهيئة بقانون عضوي يعطي أكثر شفافية للانتخابات، قال إن تركيبتها من القضاة والكفاءات الوطنية أمر يبعث على الطمأنينة. دربال يصرح أن تزويد الهيئة بقانون عضوي يعطي أكثر شفافية للانتخابات. الأفلان يغازل الشباب في تصريح لولد عباس قال فيه إنه يعمل على تسليم المشعل لجيل الشباب من ذوي الأيادي الأمينة. نتحول إلى صحيفة الصوت الآخر التي عنونت صفحتها الأولى دربال يهدد الوزراء المترشحين، لم تشذ أيضا أي عن القاعدة. ولد عباس يطمئن الشباب ويتوعد أصحاب شكارة مكانة معتبرة في قوائم الأفلان لمن تقل أعمارهم عن 40 عاما. جزائري شجع الكاميرون زكارة في المصريين، والخضر مهددون بالإقصاء من منافسات الفيفا. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في صحيفة ليبرتي في عنوان بارز تصريح لترسيم الأمازيغية وللجنة العليا للغة الأمازيغية، يقول ما زال هناك الكثير للقيام به. في عنوان آخر نسبته ليبرتي إلى دربال، يقول تطهير القوائم الانتخابية أمر مستحيل. كانت هذه مشاهدينا أهم ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة هذا الصباح، والتي سنناقشها مع محمد لمين مغنين الذي ينضم إلينا من الجزائر وهو صحفي. محمد لمين مرحبا بك، كيف تقرأ محاولة دربال للسيطرة على ترشح الشخصيات الوطنية والوزراء بحيث أنه يعد بأنهم لا يمكن لهم استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية؟
محمد لمين مغنين، يبدو أننا نجد صعوبة في الحديث معك. مرحبا مجددا، سنعيد إذن الاتصال بمحمد لمين مغنين صحفي بطريق نيوز، الذي سوف نتحدث معه بخصوص مشاهدينا في كل مكان، ماذا يمكن لهيئة دربال أن تصنعه بشأن ترشح الوزراء وترشح الشخصيات الوطنية الذين عودونا في كل المناسبات الانتخابية بأنهم يستعملون وسائل الدولة ووسائل النقل التي تخصصها لهم الدولة في إطار مهامهم الرسمية، فهم يستعملونها عادة لحملاتهم الانتخابية من أجل الوصول إلى الناخبين ومن أجل الوصول إلى المواطنين. تحاليل كثيرة تشير إلى أن هناك ترتيب معين يوزع على القوائم للحصول على الناجحين بغض النظر على المشاركة الانتخابية. كل هذه الملفات سنناقشها مع محمد لمين مغنين. يلتحق بنا الآن محمد لمين مغنين، مرحبا. وكنا نتحدث بشأن إمكانية الحد من استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية للمرشحين من طراز الشخصيات الوطنية والوزراء. ما الذي تقرأه من تصريحات دربال في هذا الشأن؟ فقدنا الاتصال بمحمد لمين مغنين مرة أخرى. إذا نتحول إلى الاطلاع على الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح مع غفران الحسيني. مرحبا غفران، وما جديد الصحف التونسية الصادرة صباحا؟ أهلا زميلي عبد السميع، أحييك وأحيي كافة السادة المتابعين. نبتدئ جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة المغرب، وفي حديثها عن معيار السياسة في تونس تحت عنوان حكومة يوسف الشاهد نهاية فترة الإمهال. 68% من التونسيين يعتبرون تونس تسير في طريق الخطأ. كتبت الصحيفة أنه بعد أكثر من 5 أشهر من استلام حكومة يوسف الشاهد مقاليد الحكم، نسجل نهاية فترة الإمهال وعودة التشاؤم إلى مستويات مرتفعة، وكأن التونسيين يريدون القول والآن ماذا بعد الوعود والتعهدات. حيث اعتبرت الصحيفة نقلا عن البارومتر السياسي لشهر فيفري 2017 أن مؤشر التشاؤم أو الحالة النفسية للتونسيين والتي تتابع منذ شهر جانفي 15 و2000 قد سجل في الصحيفة الفارطة أعلى نسبة، حيث وصل إلى 76%، ثم نزل إلى حدود 60% في شهر نوفمبر الفارط. ولكن منذ تلك الفترة عاد مستوى التشاؤم لدى التونسيين إلى
سعود منهيا بذلك حالة الإمهال التي تلت تعيين حكومة يوسف الشاهد. وبحثت الصحيفة في سوسيولوجيا التشاؤم لدى التونسيين بين المناطق الداخلية والسياحية وأيضا بين المناطق الداخلية الأخرى. نتحول الآن إلى صحيفة الصحافة وتحت عنوان قوة اقتصادية عربية حل ممكن، كتبت الصحيفة أنه في عالم ما بعد أزمة 2008 لم يعد القوة الاقتصادية أو السمك القوي يأكل السمك الضعيف، وإنما البقاء أصبح للسمك الأسرع كما قال أحد الخبراء الاقتصاديين مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس في تحليله لمستجدات العالم الاقتصادي. وتابعت الصحيفة واقع الاقتصاد العربي، وتوقعت دراسة الاتحاد المصارف العربية أن ينخفض معدل النمو بالبلدان العربية لسنة 17 و2000 إلى مستوى دون 3.3%. وطلعت الصحيفة أسباب الأزمة التي ذهبت بالاقتصاد العربي إلى درجة أشبه بالانهيار في عدة دول كسوريا وليبيا واليمن. وبلغت الأرقام بلغة التكاليف الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والتوترات التي شهدتها كل من مصر وتونس واليمن إلى حدود 35 مليار دولار. وتبعت الصحيفة أن هناك احتمالات للإصلاح والاستشراف وبناء اقتصاد عربي مشترك في شكل حلم اقتصادي قد يدفع بالدول العربية إلى مسار التنمية التي قد تخرجها من أزمتها العاصفة التي تمر بها خلال السنوات الأخيرة. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح والتي تساءلت أو تابعت في أبرز عناوينها طبيبة تواجه تهمة القتل العمد، حيث أثارت نهاية الأسبوع الفارط حادثة وفاة مولود بمستشفى فرحات حشاد بجهة سوسة ردود أفعال مختلفة. وضربت القطاع الطبي في الصميم باعتبار حدة ردود الأفعال التي حملت الإطار الطبي المسؤولية في الإهمال والتقصير بالتوازي مع سرعة الإجراءات القانونية التي عجلت بالتحقيق في الحادثة، وخلصت إلى إيقاف طبيبة داخلية وجهت إليها تهم من الحجم الثقيل تتعلق بالقتل ومسك مدلس مع تمسك عائلة المولود المتوفى بتتبع الطاقم الطبي. وقد فتحت وزارة الصحة تحقيقا في الغرض، وكلفت عددا من الأطباء من خارج جهة سوسة بالكشف عن ملابسات هذه القضية التي تتهم فيها طبيبة بتهمة القتل العمد. ختاما صحيفة الشروق طرحت موضوع النقل وأزمته في تونس تحت عنوان المترو الخفيف ثقيل. كتبت الصحيفة أنه يتزايد تعطل المترو الخفيف خاصة إثر نزول الأمطار على غرار يوم أمس، مما تسبب في تأخر الركاب واستيائهم من فوضى التعطيل وسخطهم من عدم تدخل السلطات. تذمر واسع في صفوف الركاب نتيجة تواتر ظاهرة الأعطاب التي تشهدها عربات المترو التي أرجعها عدد من المسافرين إلى تقادمها واهترائها ونقص الصيانة. على مشاكل أعطاب المترو ذكر مدير الاتصال بشركة نقل تونس أن المترو أصبح يؤمن سنويا في تونس نقل 120 مليون مسافر. ويفيد تقرير السلامة لسنة 16 و2000 أن أكبر مشاكل تعطل المترو في تونس تعود أساسا إلى ظاهرتين: الأولى هو استعمال المشد للفرامل من طرف بعض الركاب وخلع باب العربات، وهو أيضا ما يتسبب في توقف المترو ويضطر السائق إلى إصلاحه لفترة زمنية قد تطول نسبيا. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفرا الحسيني، كنت معنا واستعرضت جديد الصحف التونسية الصادرة هذا الصباح. في ذات السياق ننتقل إلى المغرب لنعرف جديد الصحف المغربية مع نبيل عبد اللاوي. مرحبا نبيل، وما جديدكم هذا الصباح في الصحافة؟ مرحبا بك زميلي عبد السميع وبجميع السادة المشاهدين. جديد الصحف المغربية هذا اليوم وحدها عنوان بارز، وهو تهديد المغرب بإلغاء جميع الاتفاقيات الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي.
حيث أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف، وذلك على خلفية تقليص الاتحاد الأوروبي للصادرات المغربية مما هدد بموجبه المغرب بإلغاء باقي الاتفاقيات. وفي باقي العناوين نستهل هذه الجولة بيومية الاتحاد في بلاغ لوزارة الداخلية حول خلية إقليم الجديدة. الخلية كانت بصدد تصنيع أحزمة ناسفة ومتفجرات، حيث مكنت الأبحاث المتواصلة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بخصوص الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بعدد من المدن بالمملكة من اعتقال 3 أفراد بمرتيل والجماعة القروية بلعوان بإقليم الجديدة، بعدما تأكد ضلوعهم في المخططات الإرهابية لهذه الخلية والتي كانت تستهدف عدة مواقع حساسة وفنادق مصنفة ومراكز تجارية بالمملكة، إضافة لاغتيال شخصيات سياسية وعامة وعناصر من مختلف الأجهزة الأمنية، وذلك باستعمال متفجرات وأسلحة نارية. كما خططوا كذلك لتشكيل قاعدة خلفية موالية لداعش بمنطقة بلعوان بإقليم الجديدة تحت مسمى فرع الدولة الإسلامية بالمغرب، ستكون منطلقا لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية بالمغرب. نتحول إلى يومية الحركة وعلى خلفية عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي. عودة المغرب للاتحاد الإفريقي فرصة لتنمية أفريقيا، حيث أكدت الرئيسة المنتدبة لمرصد الدراسات الجيوسياسية لباريس ورئيسة جمعية النساء العربيات للصحافة والتواصل المقيمة بفرنسا أن عودة المغرب التاريخية للاتحاد الإفريقي فرصة لتقديم وتنمية إفريقيا الغد. وأوضحت أن هذه العودة المظفرة انتصار تحقق بفضل الشعبية الكبيرة التي يحظى المغرب، مؤكدة أن المغرب بهويته العربية والإفريقية لم يكن غائبا قط عن إفريقيا. وأضافت أنه بفضل الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس لعدد من البلدان تم تعزيز هذه العلاقات سواء على المستوى السياسي والاقتصادي والديني والثقافي والأمني، وصفة انخراط المغرب في أفريقيا بالمثير للإعجاب. نتحول إلى يومية رسالة الأمة. المجلس العلمي الأعلى يراجع فتوى قتل المرتد التي تضمنها كتاب صادر عن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء سنة 2012، وذلك من خلال إصدار كتاب جديد تحت عنوان سبيل العلماء. وأكد المجلس في كتيب سبيل العلماء الذي تم توزيعه على العلماء بمناسبة انعقاد الدورة الأخيرة للمجلس بمدينة الرباط أن المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية. ختاما بيومية اللمتة الناطقة باللغة الفرنسية، حيث نفت المديرية العامة للأمن الوطني أن تكون عناصر القوى العمومية المكلفة بالمحافظة على النظام العام قد استعملت أسلحة مطاطية أو غازات مسيلة للدموع لتفريق تجمهر بالشارع العام زوال أمس يوم الأحد 5 فبراير الجاري، وذلك داخل النفور الترابي لمصالح الأمن الوطني بمدينة الحسيمة. وأكدت المديرية أنه لم يتم نهائيا استخدام أي نوع من الأسلحة الوظيفية، كما لم يتم توقيف أي شخص في إطار هذه الأحداث، معتبرة أن الأخبار التي تم ترويجها وتداولها في هذا الصدد مجانبة للصحة والواقع. هذا إجمالا زميلي عبد السميع أهم العناوين البارزة التي ميزت الصحف المغربية الصادرة اليوم والتي وحدها عنوان تهديد المغرب بإلغاء جميع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي. شكرا زميل نبيل عبد اللاوي، استعرضت معنا الصحف المغربية الصادرة هذا الصباح. وللاطلاع على جديد الصحف الفرنسية معي فتحي اللهيوي. فتحي مرحبا بك، وما جديد الصحف الفرنسية في هذا اليوم؟ أهلا بك يا عبد السميع، وأهلا بمشاهدينا الكرام إلى هذه الإطلالة اليومية لأبرز عناوين الصحافة الفرنسية. نبدأ جولتنا اليومية بجريدة لوموند التي عادت إلى قضية فيون التي تهز الساحة السياسية الفرنسية، وعنونت عناصر جديدة يكشفها التحقيق القضائي تضعف حظوظ فرانسوا فيون. بيّنت فيه كشف التحقيقات لاستغلال فيون لنفوذه لمنح وسام سنة 2011 إلى مارك لادرايت دي لارشير، وهو وكذلك إلى توظيف ابنه سنة 2007 في حملة ساركوزي، وكلها مشاكل تتكاثر يوميا لتزيد من تعقيد حملة هذا الأخير ومستقبله السياسي، وخاصة مستقبل حزب الجمهوريين الذي يمثله. وفي شأن عالمي عنونت أمريكا المناهضة لترامب تبدأ المقاومة، تناولت فيه الوضع السياسي المتأزم الذي يعيشه المجتمع الأمريكي منذ انتخاب ترامب، والذي لم تعشه الولايات المتحدة منذ حرب الفيتنام بحسب الصحيفة.
وهو ما ولد أشكالا نضالية جديدة، وخاصة أعاد فرضية انقسام أمريكا وانشقاقها إلى كيانات متعددة إلى الواجهة من جديد. نمر الآن إلى جريدة ليبراسيون التي تطرقت بدورها إلى مشاكل فيون السياسية وعنونت فيون الثابت. أبرزت فيه محاولة فيون الأخيرة طي صفحة المشاكل التي تلاحق زوجته وأولاده نهائيا، وإقراره المضي قدما في حملته الانتخابية برغم التململ الكبير داخل الجمهوريين خاصة أمام إصرار ألان جوبي على رفضه المطلق على أن يكون البديل. وفي حوار مع وزيرة التربية الحالية نجاة فالو بلقاسم عنونت نجاة فالو بلقاسم حان الوقت لبداية الحملة الانتخابية، حيث أبرزت هذه الأخيرة مساندتها الكاملة لبنوا أمو داعية إيمانويل ماكرون إلى كشف حالة الغموض بخصوص برنامجه الانتخابي، ومبرزة مواقفها من جل الرموز السياسية الحالية على الساحة الفرنسية. نختتم جولتنا اليومية بجريدة لوفيغارو التي تطرقت إلى موضوع أوروبي وعنونت أنجيلا ميركل تجمع كامل معسكرها. أوضحت فيه المجهودات التي قامت بها أنجيلا ميركل من أجل تجميع أغلب رموز حزبها والأحزاب القريبة منها استعدادا للانتخابات الفيدرالية القادمة، حيث أبرزت أن ألمانيا بخير وأنها تسعى للفوز وأن كل الظروف ملائمة لذلك. وفي موضوع على علاقة بدوره بفيون عنونت أنا واقف، فيون ينطلق في حملته الانتخابية. أبرزت فيه إنه بعد قرابة أسبوعين من الهجوم الإعلامي والسياسي عليه، فيون يعتذر من الفرنسيين ويقرر مواصلة حملته الانتخابية متحديا بذلك كل العواصف التي تلاحقه منذ مدة. كانت هذه زميل عبد السميع أبرز العناوين التي تطرقت إليها الصحافة الفرنسية لهذا اليوم. الصحافة الفرنسية فتحي في هذا اليوم لم تشذ عن قاعدة المادة الدسمة التي يصنعها طبعا الحدث، وهو فرانسوا فيون الذي تكاد الفضائح المالية للوظائف الوهمية تطارده حتى الآن، وهو يبدو أنه ما يزال صامدا. الصحافة الفرنسية لم تتطرق بعد إلى إمكانية مواصلة صموده، ولكنها تركز على هذا الحدث كحدث معياري في الترشح وفي الوصول إلى نهاية السباق. نعم عبد السميع، هي كل الصحف وأغلفة كل صحف تطرقت لفيون، هو الآن يعني أصبح قضية رأي عام هنا يعني، والشارع السياسي يتداول كله هذه القضية. طبعا تعود القضية كما ذكرت إلى وظائف وهمية لزوجته وأولاده قدرت بأكثر من 1,000,000 أورو. هو في البداية يعني استنكر الأمر نهائيا وبقي لمدة 15 يوما مترددا. بالأمس يعني قام بندوة صحفية حضرها قرابة 250 صحفي، وكانت ندوة يعني للمصارحة والمكاشفة، يعني عبر عن أسفه لما حدث وعبر عن حق الفرنسيين في معرفة الحقيقة كاملة حسب رأيه طبعا، وقال أن هذه الضجة مفتعلة وأن عقود زوجته وأولاده كانت يعني في إطار القانون الكامل، ولكنه طبعا استدرك بعد ذلك بأن تشغيل أقاربه يعني كان خطأ فادحا وقد قدم اعتذارته للفرنسيين. أوضح أن تصريحاته الأولى لم تكن دقيقة، يعني هذا يعيدنا إلى أن الأمور يعني ربما كان متسرعا في البداية وأن الأمور يعني هي جدية وحقيقية. أرجع كل اللوم على الصحافة وعلى منافسيه السياسيين، وذكر بأنهم حاولوا جاهدين قتله سياسيا حسب قوله طبعا، ولكنه بين أن الفرنسيين الآن بدأوا يتفهمون الوضع وبدأوا يتعاطفون معه. هذا طبعا دائما حسب كلامه في الندوة الصحفية، علما وأن طبعا دعوات كثيرة طلبته بالتنحي في المدة الأخيرة خاصة ليحافظ اليمين والجمهوريين على نوع من المصداقية وعلى حظوظهم في الانتخابات القادمة. أبرز أنه لا زال واقفا وأن هذه بداية حملته قد انطلقت وقد بدأت، ولكن يعني في هذا اليوم يعني الصحافة يعني أظهرت له طبعا فضيحة جديدة، وهو أنه لما كان وزيرا الأول يعني منح وساما لأحد أصدقائه وهو مارك لادري، وهذا الوسام يعني طبعا هو كان من عن طريق المحاباة وعن طريق الصداقة، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع وهو ما يزيد من أتعابه السياسية المتراكمة والمتلاحقة. فتحية الأمور هنا يبدو كأنها تتقدم ضربة ضربة وطرقا طرقا، كأن هناك من يحاول أن يدخل المسمار كاملا في خشبة نعش فيون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة، ولكن الصحف الفرنسية لا تتساءل مطلقا ما إذا كان فيون سيصمد، ما إذا كان فيون سيواصل ومع ذلك حملته الانتخابية حتى نهاية المسار كما سلف وقلت.
نعم، يعني هو يتبع إذا صحت العبارة خطوة إلى الأمام وخطوة كثيرة إلى الوراء، يعني هو متذبذب ومتردد، هو يريد أن يخرج بماء الوجه. هو الآن أصر على أن هذه الصفحة طويت وعلى أنه سيبدأ حملته الانتخابية، وأنه لا زال واقف بعد ذلك المشهد بين ظفرين الكوميدي الذي خرج فيه عاريا ويهدد ويقول لا تمس من زوجتي ولا تقترب من زوجتي. هو تقريبا يعني ضمنيا اعترف بكل هذه الفضائح المالية وعبر عن ندمه وأسفه لما وقع، ولكن حظوظه الآن هي في يعني ضعيفة وضئيلة جدا. هم الآن يبحثون عن بديل. ألان جوبي رفض المطلق. حظوظ الترشح ولا حظوظ النجاح؟ لأنه يعني هو أصلا حظوظ بقائه في في في, في, في على رأس الجمهوريين، نعم هي حظوظ ضئيلة جدا. هم الآن يبحثون على بديل. ألان جوبي إلى الآن مصر على أن لا يكون البديل، ولكن يعني هذا الشخص يعني تقريبا هذه السياسة طبعا لا نعرف أغوارها بدقة، ولكن تقريبا انتهى سياسيا ولا حظوظ له في الفوز. يعني هذه فضائح تلاحقه باستمرار، يعني كل يوم يخرجون له فضيحة جديدة، فهو طبعا يعاند ويكابر من أجل أن يخرج بماء الوجه ويخرج ربما هكذا، ولكن حتى في صورة إصراره على البقاء فنتصور أن يعني حظوظه يعني ضعيفة جدا ولا يمكن أن يتقدم كثيرا. في النهاية هذا الحالة من التردد التي تصيب الجمهوريين من تخدم مع غياب واضح للاشتراكيين في المسرح؟ نعم، هي الوضعية السياسية الآن في فرنسا تكاد تكون معقدة جدا، يعني تقريبا هذه الوضعية لم تشهدها الجمهورية الخامسة الفرنسية إطلاقا. اليسار الآن مشتت ومتذبذب ولم يستطع تجميع صفوفه، وهناك من يدعو حتى إلى حل الحزب الاشتراكي نهائيا وتكوين حزب آخر بديل عليه. هناك يعني حظوظ لإيمانويل ماكرون المترشح منفردا، وهي حظوظ طبعا جيدة في السباق. هناك اليمين الذي حزب اليمين الذي تمثله مارين لوبان، ولكن لا نرى أنه ربما أن تصبح رئيسة للجمهورية، هذا في الوضع الحالي صعب جدا نتيجة رفض المجتمع الدولي لذلك والمجتمع الفرنسي أيضا. فالمسألة معقدة وهي مفتوحة على كل الاحتمالات الآن، يعني لا يوجد الآن شخص له الكاريزما وله القدرة على أن يجمع الفرنسيين وعلى أن يصبح رئيس للجمهورية، فالوضعية مفتوحة على كل الاحتمالات، وطبعا لا نعرف إلى أين ستؤول الأمور السياسية في فرنسا، يعني معقدة جدا. شكرا فتحي. شكرا عبد السميع. أما أنتم مشاهدينا فنتحول إلى الاطلاع على الأخبار بصيغة الكاريكاتير. انتهى موعدنا، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.